كما عودناكم في سيدتي أن نسلط الضوء على نماذج سعودية مشرفة في الوطن. ضيفتنا اليوم نموذج مشرف للمرأة السعودية تميزت في العديد من المجالات وقدمت الكثير في علم الوراثة لتصبح من أبرز الباحثات في مجال الهندسة الوراثية المعقدة. أكيد بهذه الفقرة راح نتعرف عليها أكثر. نرحب معنا مشاهدينا في الاستوديو بالدكتورة مريم العيسى رئيسة قسم الوراثة بهيئة الصحة العامة ومستشارة في الابتكار. أهلا وسهلا دكتورة. هلا يعطيك العافية. أولا شرفتينا ويعني مكانك سيدتي عشان نتعرف عليك أكثر. دكتورة مريم، الآن كل إنسان في حياته في نقطة تحول، بتحولوا ما قبل وما بعد. خليني في البداية نحب أتعرف عليك أنت أكثر كشخصية، إيش كانت هذه نقطة التحول اللي أنت يمكن قادتك أنك تتخصصي في علم الوراثة؟ يمكن الابتعاث، أنا أقدر أقول أنها أقدار، أحيانا مو الخيار الأول كان الوراثة وقت الابتعاث، لكن سبحان الله كانت الوراثة من ضمن الخيارات اللي قدمتها للوزارة وقتها وقت الابتعاث. بس لما دخلت المجال حبيته بشكل كبير، وسبحان الله مشيت حتى في الوراثة النفسية بمصادفة، يعني كان الدكتور المشرف أصر أنه ليش ما تدخلي في هذا المجال الوراثة النفسية، مع أني كنت أبغى أشتغل في الكانسر اللي هو الأورام لأنها أكثر انتشارا، وغير كذا أنه في المملكة في اهتمام عليها بحثي، لكن أقنعني أنه أنت كنت من ضمن الخيارات اللي حطيتيها الابتعاث علم الوراثة. يس. يعني كيف قررتي؟ ايش اللي جف بالك عشان أروح لهذا المجال؟ الحاجة في الوطن أننا نحتاج لهذه التخصصات مميزة تتبع المختبرات الطبية، تحتاج يعني يحتاجها البلد. فمن خلال يعني الاحتياج الموجود وجدت أنه حلو أنك توجد شيء مو موجود في السعودية تبدأ تشتغل عليه. يعني فعشان كذا حطيت الوراثة، حطيت منها علم السموم، حطيت الباثولوجي، لكن تم قبول الوراثة لأنه فعليا كان في احتياج في المملكة لعلم الوراثة. بفعل تخصص صعب ودقيق وما شاء الله أبدعتي وأثبتتي نفسك فيه. نبغى نتكلم عن آخر مشاركاتك البحثية المنشورة في مجال الصحة النفسية تحديدا، واللي أشاد به وكيل وزارة الصحة العامة على تويتر. لو ممكن تكلمين عن هذا الموضوع بشكل مفصل. هو بحث عن الفصام اللي هو سكيزوفرينيا. اكتشفنا من خلال هذا البحث وجود متغيرات ترتبط مباشرة بالإصابة بالمرض. يعني قارنا الأشخاص المصابين، هم 77,000 من مناطق مختلفة من العالم شاركوا في هذا البحث، قارناهم بالكنترول اللي هم لم يصابوا بأمراض نفسية ولا عندهم تاريخ مرضي بالأمراض النفسية، فكانوا هم الجزء اللي قارنا فيه. عملنا كأنه اختيار للمتغيرات اللي موجودة عند الفصاميين وليست موجودة عند الآخرين، وكذلك ترتبط بالأمراض العقل أو ببيولوجيا العقل. فاللي طلع لنا تقريبا 268 متغير ترتبط فقط في الفصام. هذه المتغيرات غير أنها نوفل، أنها ما كانت يعني لم تكتشف سابقا، وجد ارتباطها بالخلايا العصبية أو بالذات الترانزميترز أو اللي هي النواقل العصبية. وهذا يعتبر شيء مهم. ليش؟ لأنه قبل كان في عدة نظريات، هل هي نقص عدد الخلايا، ضمور العقل، نظريات كثيرة على السكيزوفرينيا وإيش سبب أنه هذا الخلل في الدماغ اللي يسبب المرض. فعلى الأقل الآن يمكن نقدر نتركز في الدراسات على هذه المتغيرات ونشوف المسارات البيولوجية المرتبطة فيها. من هنا نبدأ مرحلة ثانية اللي هي مرحلة العلاجات المختصة للأشخاص اللي مصابين بالأمراض هذه، لأنه يمكن أغلب الأطباء النفسيين يعرفون أنه في الأمراض النفسية ما في مريض يشبه الثاني، كل واحد تطلع عنده أعراض مختلفة ودورة المرض تختلف من شخص لآخر ومدة المرض. فقلنا من هنا من خلال هذه الدراسات يكون في شيء اسمه personalized medicine أو الطب المختص التشخيصي الخاص لكل شخص، قاعدة بيانات بيولوجية معينة أو مسارات بيولوجية معينة من خلالها يكون علاج مخصص لكل شخص من هؤلاء المرضى. وهذه يعني الطريقة اللي نسعى إليها إن شاء الله.